يا ناس تخولوني أتكلم بالنيابة عنكم؟ نعم. تخولوني أتكلم بالنيابة عنكم؟ نعم. العراق، العراق، العراق. باكر فزعة، باكر كنا نشد لها. باكر نطلع ونختار كم واحد جديد ونضيف. باكر راح نعيط كلنا بصوت واحد. كافي 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 لك. هلا بالحلوين للحيمية جماعة الأمن الانتخابي وصوتك مستقبلك. هاي الغازات أنا كنت مصدق بيها قبل وعبالنا ناكل بيها خير، ثالثة كنا بيها. هلا بالحلوين، هاي ايش تسوون هنا؟ لحظه دقيقه، انا شيل الزوج مثلكم فاني اعرف. خل احزر لا انا احكي، اعطونا مجال نتكلم. كلوب هاوس، تقول اسمح لي مداخله 30 ثانيه فقط. اسمح لي مداخله 20 ثانيه بس. كانت 30، تفضلي داخلي. احنا جايين للعمليه السياسيه حتى نغير من الداخل ونزاحم الميليشيات والصكاكه والفاسدين بالحكم، لانه لا حد بالتغيير المرتقب الا بالتنافس الديمقراطي من خلال توجه الصندوق. التوجه للصندوق. عافيه، برافو. صفقوله عافيه حبابه، شطوره. حاف مهم، ما راح يغيرون من خلال الصندوق، بس صندوق السياره مو صندوق الانتخابي. قول طلعت من معمعة الصندوق راح يعطوكم مقعدين بالبرلمان الجاي. ورا 4 سنوات راح يصيرون 3، ورا 16 سنه راح يحاولون وياكم حتى تصيرون مثلهم، وانتم قسم من عندكم راح يرفض وقسم يوافق، وهذه وبالاخير راح تجي من يمكم ماطورات ما بها صندوق، بس هاي الماطورات اللي ما بها صندوق راح تقص لكم تكت لصندوق انا اعرفه، يلزم بيده ابو صيبع يسوي له عد وفرز يدوي. ولكم بابا انا شعرذان مشيب هالبرنامج، دا انصحكم لوجه الله، كلهم طاقات جوايا. هالسالفة هاي هاي البدلة مالتك الحلوة هاي ما شاء الله ام الدقمتين، هاي ما ادري بيش ماخذها، هاي البدلة مو كان ما طالع بيها هنا وجاي فيك، روح بيها عرس، روح حفلة، روح اوسكار. او اقول لك بقى انا حالك، انا مواطن وانت مواطن وانتم مواطنين. انت صح، انا غلط، انتوا كلكم صح. اريدكم اقوى، روح شد يا بطل، روح ركض العرس الانتخابي. بس انا ما اقدر اركض وياكم شويه، مفاصلي توجعني وبي اشب الطول وعندي فتك ريح، فاعذرني انا اسف، بس اعتذركم من الناس، فرج عليكم هنا. يلا شد يا بطل، شد يا وحش، يلا سبع كرسي بطل ركضه شوي، اخر رجليه ما اقدر، اخر رجليه كرسي، اخر رجليه ما اقدر، يلا شد، اريدك انشط. شباب يا شباب، هذاك العرس الانتخابي لازم نعاقب الفاسدين، عاقب، لازم نحاصرهم باخر دارهم، احصر، ولازم نشيل تاثيرهم، شيله، ولازم نحط رجلنا بالبرلمان، حطها، ولازم ننزع عنهم الشرعيه، انزع، ولازم ندخل دخله، ولازم نضيع الدرب بمشاعل الامل. يلا روح هرول لا توقف، يلا 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 يلا. بلشوا
مطارات، جت المطارات، جت المطارات. مرحلة ال توافي؟ هو مو انسحب مدري رجع من انسحب. مسدسات كلوك 19 صحراوي واسود. AK 47 صينية وبترة وهاي. ألغام؟ صارت بين ألغام؟ ها ار بي جي في الزيت والله ابالي ألغام. لا يا الله لا. ها ماي ماي بسرعة ماي. شنو هاي؟ شنو الصرف الزايد يا اخي؟ يا اخي افتهمنا عن الرئيس بس مو ايش طغيان يا اخي، حسوا بالناس، ماي ماكو بالتانكيات. شغل المطار! ثلاثة يجيبوا مي، ايش دعوة هيك؟ تعال اخذ مي تعال. بيعوا تفصيخ هذا الجلاس يجيبوا فلوس. فلوس الإجازة المفروض نتونس بيها ونسافر صرفناها على الموسم الغلاصات الجدد. انت خبيبة بكرة، انت خبيبة بكرة، انت خبيبة بكرة. أكفر بالمصورين وكض السكربت وأشققه والله. يا أخي من يريد انتخابات بيش وضع؟ الوحيد اللي يدور انتخابات بيش وضع هو المالكي وهذا العامري وملتقى الرافدين للحوار. تروح للمواطن العراقي تسأله بهالحر هذا، تقول له تريد انتخابات؟ يقول لك اكفر بالمفوضية وكذ بطاقة الناخب واشققها واخلي اللي يشوفني يقول هذا صدري متندم. انه بيوم الانتخاب يوم 10/10 درجة الحرارة متوقعة 44 وكهرباء ماكو وميليشيات ترس الحر ومحمد وخميس يقمزون وبافلو لاهور واحد يسمن بالله، يعني المواطن بهيك وضع اذا راد يطمس شيء بالعملية السياسية فاكيد اكيد ما راح يكون اصبعه. يا باش حياكم يا باو، الله اش فرحان بيكم اني يا باو يا باو يا يابا اش حياكم، جيتونا وقت العشاء جيتونا والله. ودي اقول لكم مشتاق لكم على اساس موسم جديد، بس ذاك اليوم عفتكم حتى ما لحقت انزل لي 15-17 كيلو بعد ما ملحق حتى اشتاق لكم. اعرف بيكم مفتقديني ومشتاقين لي وهاي ظاهره محبتكم الي شيء دوختني صراحة، هاي الظاهرة أريد أدرسها وأعرف أنتوا قلوبكم الطيبة راح تقولوا لي أبو شهاب روح تونس بإجازتك وعيش حياتك، روح الأمستردام كمل سفرتك بتكساس، أخذ لك فرة بتايلند، عوفنا وروح عوفنا وروح، اطلع تونس أبو شهاب وخلينا قاعدين هنا وحدنا. روح أبو شهاب روح، وهنا أنا راح أنتجي على المجمدة وأقول لكم والعراق 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 والعراق. ايش في العراق؟ ما هو نسيت، ما تشوف داعي الحو هواي وما اعرف شو في شيء هو بس ذكرني. اه اوكي شعر شعر ذكرت شعر. دنقت اذاني ظهري وكان كل ظن انزلاق، رحت شيكت المفاصل طلع يوجعني العراق. اسف اخوان بدي اجيب اشعار قديمه بس الجماعه هالايام رجعونا بالطائف يوم 2006 فتذكرت هاي الاشعار وذكرت اهم شيء صار ب 2006 اللي هي اغاني حسام الرسام.
حسام الرسام عندما جاء أول زيارة إلى العراق. منو؟ اسمح لي يا أستاذ عدنان. منو؟ يا أستاذ عدنان. منو؟ شنو منو؟ أستاذ عدنان. منو؟ اسمعني. ما سمعته. شنو منو؟ 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 حسام الرسام. من حسام؟ شنو منو؟ ها؟ إيش قال؟ منو؟ منو حسام؟ إيش بيك عدنان؟ أكو واحد ما يعرف حسام الرسام ما عدا المحلل السياسي اللبناني اللي قاعد قبالك؟ يقول حسام أول ما أجا للعراق أساس حسام مواليد فرانكفورت. عدنان حسام ما تعرف حسام؟ حسام ما تعرف عدنان؟ عدنان حسام الرسام هو فنان عراقي أغانيه كان لها دور كبير بمحاربة الطائفية والإرهاب فنيا، وعنده أغنية بداية السقوط تقول شلون النجف قلة تصير تكساس، بعدين بال 2012 راح سكن بتكساس. ها شنو؟ منو؟ ها؟ إيش قال؟ ما سمعته. منو حسام؟ هسا هذا مو موضوعي، انا اريد اقول اليوم اللي يقول لي روح استمتع بجاستك اقول له مثل ما قال حسام. قال بمواله الشهير عونك يا وطن يا ابو الحضارات. الله احضنك لو صرت كلك سكاكين. الله ايش جابك على اريد احكي من يصدق الخرافات الك. اسمح لي سكاكين. عونك يا وطن يا ابو الحضارات احضنك لو صرت كلك سكاكين. نزلوا مظاهرات ونتريق حلاومة. شو يا دمي ها خالي؟ انت رجال ولائي اسلامي ومن محور المقاومة. انت وحسام شنو؟ حسام ينسمع بثلاث حالات مهمة، اولا من يفوز المنتخب، من تعوفك صاحبتك ومن تسكر. وانتو محور المقاومة مزاجكم نواشف مو مرطبات، مزاجكم حلاومة حلاومة. ترابلوا هنا واقفين هواي. شو يا دمي؟ مو هيك تجيب الاغاني بالبرامج. الاغاني العراقيه من تدخل بالتحليل السياسي الها ذواقتها. الجيش سور للوطن يحميه ايام المحن، ارواحنا اموالنا تفدى له بلا ثمن. الجيش سور للوطن. ما شاء الله عليك استاذ طارق، والله ابالي سيف نبيل بدون اوتو تيون. تعال يا دمي لاحظ الأغاني شلون تنقال باللقاء. الجيش زور للوطن. أنا لو من جمعنات أخذ هذا الفيديو أسوي الإزعاج الليلي بمكان الطلق والرمان. الجيش زور للوطن. تخيل طارق حرب يأخذ الواش ويسوي كفرات للأغاني العراقية. كون نصير أنا وياك نجمة بالسماء وخيمة. الجيش زور للوطن نسافر فوق بعد بحيث رحمة تطلع بوجهها للكوكب ما نبتونا وما ترجع بعد. خلاص لاحظ جنابك المعاني الحلوة. لاحظ يا دمي لاحظ المعاني الحلوة مع جنابك. شغل شوف لا لا الجيش للوطن أرواحنا وأموالنا المن للوطن يعني فد شيء عجيب. لاحظ المعاني الحلوة جنابك. لاحظ أرواحنا وأموالنا المن الياوت كان استاذ طارق. وبعيدا عن هاي الدراما اخوان بعيدا، انا عندي اسبابي اللي تخليني اعوف الاجازه وابدي الموسم بهذا بهاي الطريقه المبكره جدا. موسم مبكر حال الانتخابات المبكره. حقيقه اذا دققنا النظر فالانتخابات فرصه الواحد يضحك عليهم، واني اقتنص الفرصه ولو كانت في الحضيض. اصلا اقتنص الفرصه حتى من انا غايب واسوي بيها مشاكل بعد. مثلا قبل شهر انا قاعد وحدي بالبيت وساد الباب عليهم تعركوا خميس محمدنا بالواتساب على المسرحيه اللي سواها خميس مال عودة اهالي جرف الصخر. قوم يا محمدنا واكتب رسالة الخميس قل له بيها أنت بوي كما سماك البشير. قوم يا خميس وانشر الرسالة بالإعلام. قوم يا أحمد البشير وانصب عليهم هالسعينة. ولك خميس محمدنا من يقول لك بوي كما سماك البشير أعرف أنت هنا راح تصفن وأنت من قاعد صافن، لأنه هاني ما منطق اسم لمحمدنا حتى تعرف تجاوبه، لأنه أنت ما تعرف تجاوب أنت قناتي أنا تخيل وأنا اللي راح أعلمك شلون ترد على هالبوس. فأني هسه راح أقوم بصناعة لقب جديد لمحمدنا. اللقب الجديد لمحمد الحلبوسي هو اللي مزفتها. واللي يسأل ليش انطيته لقب اللي مزفتها، لأنه الرجال يبلط والتبليط مالته اساسا زفت،
فهو عمليا اللي مزفتها. لاحظ المعاني الحلوه جنابك جنابك لاحظ لاحظ لاحظ. فيا خميس بعد لمزفتها من يقول لك انت بوي كما سماك البشير لا تبقى صافن، قل له وانت لمزفتها كما سماك البشير. من تطلع تضحك بملتقى الحوار يجي. فهذا السبب خلاني ابلش الموسم من وقت. الانتخابات بيها هوايه ضحك بصراحه. اما السبب الثاني والمهم فهو اني من اغيب هوايه ناس تستخف وتسوي حوارات وتتهلق وتترعن وتصير هديكه. وبليغ مو من ضمنهم من قرر يسوي اعلان انتخابي لتيار الحكم. للي خلصوا الإعلان يضحكون على بليغ وما ركزوا برسالة الإعلان، فتعالوا أشرح لكم شنو الرسالة من هذا الفيديو، لأنه أنا هم مثلكم شفت 6 مرات يلا بطلت الضحك على بليغ وركزت بالفكرة. شوفوا أخوان هذا بليغ هنا بليغ المفروض يمثل، بس راح أسوي مثله. هنا بليغ المفروض يمثل قوة الدولة اللي راح تعتقل اللا دولة اللي هو الشال سلاح هذا. يا خلصت الفكرة. لاحظ المعاني الجميلة حلوة على جنابك. لا 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 بس بليغ ارجع الصورة ما بليغ. بس بليغ هنا ليش صافون هنا بهالطريقة؟ خاف ضربت. بس بليغ انت جايب كومبارس ولبسية اسود وكليته وخو اجيب سيد سلمان. يقول لك ها بليغ شلونك يا ذيب ويخلص المشهد حتى بي واقعية أكثر. المهم شباب هاي فكرة الإعلان، تعالوا خلنا نصب عليها. هذا الفيديو مال بليغ احنا شفناه بهالطريقة. You know nothing Jon Snow. خرب شرف إذا أبقى بيعرف وعلي هنا النار حصل خهنا لو ولك والله ما تقدر لي ما تقدر لي كفيلك والله الانتخابات تونس والله العظيم ما من قشوة قنعك بهذا الإعلان. تلاحظون ليش رجعت يا دمي؟ وأنا كرئيس شفاف وأتواصل ويا شعبي بكل مستجدات حياتي. هاي ما بليغ كانت على السريع. لا بأس أنطيكم نبذة عن اهتمامات العلمية بالشهر المنصرم، والمنصرم كلمة واحدة مو كلمتين يعني مو من منصرم يعني ماضي. مثلا الشهر المنصرم، العام المنصرم، عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المنصرم. بقى سبحان الله ضمه وحده تنقلك من الحكي على الماضي الى الحكي على الطيب. فاني ورا لغوه دخول السياسيين بالكتب عفت الكتب ورحت لتويتر بالشهر المنصرم حتى اتابع وزير الثقافه وامارس عمليه التثقف والافتهام. وزير الثقافه ضربني بلوك. حسن ليش تضربني بلوك؟ ليش حسن؟ شباب اللي عرف لقيادي بالعصائب يا ريت رقمه اريد ادزه واسطه وطباب خير على الوزير. تعرفون وزاره الثقافه مع العصائب قابل ادز للوزير ادونيس طباب خير. حسن ليش تضرب لي بلوك حسن؟ بعدين انا متابعك وحتى قريت كتبك وترجماتك وحبيت كتابك جدا شعريه العابث بس قريته بدون ياء.
شوي عندي مشاكل بالنظر. الطبيب وصف لي نظارة قال لي أحمد انتبه دير بالك شعرية بها ياء. شوف انت من ضربتني بلوك أنا ولا ثقف بعد. رحت للوثائقيات العلمية ومنها بلشت قصة اسم هذه الحلقة. شايف لما تكون نعسان وممطول بفراشك مرة تحك اذنك وساعة مد ايدك وبين الصاحي والنايم تتذكر انه انت شقد مثقف. فديوم احمد البشير كان ممطول وضايج. بس لحظة اني منو؟ اني اللي راح تشوفوه من ناو جاي كل ما اكو كروة تعبانة لازم واحد يشرح. اني هذا الواحد ومرات الكروة متعبانة بس احمد يتعاجز يحكي بيها فيحتاج واحد يحكيها. اني هذا الواحد. راح تقولي لحظة ليش احمد يتعاجز؟ اي يتعاجز أحمد يتعاجز يتعاجز يتعاجز. أنا أصلاً كان المفروض أطلع لكم من ذاك الموسم بس أحمد يتعاجز يخابرني. شايف لما تشتي الواحد سنة كاملة لأن تتعاجز؟ أنا هذا الواحد. وبعيداً عن مشاكلي النفسية وهمومي الشخصية ونظاراتي المشمسية خليني أرجع لك للموضوع ونرجع السالفة. أحمد كان يعبث ولأن الثقافة تأكل وتشرب وياه وما يقدر يعيش بدونها ولأن عاف الكتب وانصرخ بلوك من وزير الثقافة باعتباره مرجع ثقافي قرر يطلع عيده من شعريته ويلزم الريموت ويفتح وثائقيات علمية. ولا تسألنيش لزم يا ريموت لأن أنا ما كنت موجود. ولما انشاف الوثائقيات العلمية مع نظرية التطور اكتشف أنه الحياة هم تسوي انتخابات مو بس الحكومات. الحكومات الديمقراطية الحقيقية تسوي انتخابات تشريعية، أما الحياة ومن قديم الزمان عندها شيء اسمه الانتخاب الطبيعي واللي عليه تأسست نظرية التطور علميا ومنها طلعت سالفة البقاء للأقدر أو للأصلح أو اللي أنتوا تسموها البقاء للأقوى. وبقى أحمد يتابع ويتعرف على أشياء بداخل النظرية، ساعة يتعرف على السلف المشترك، ساعة يتعرف على الطفرة الجينية، ساعة وتغيب الشمس، ساعة ويجينا الليل، وساعة يتعرف على سجل الأحفوري اللي هو الفهرست مال الكائنات الحية، وساعة يتعرف على طريقة تكاثر الثدييات. ولو هاي كنا نعرفها بدون وثائقيات ولا تغشم روحك ابو الشباب. وبهاي اللحظات احمد صفن وطلع جيجاره بس اتذكر الجيجاير مضره بالصحه فرجعها وطق له بطل عرق على هاي السالفه لان ذكرتها بالانتخابات العراقيه من الله خلق العراق لليوم. اول ما سمع البقاء للاصلح اتذكر بالعراق البقاء للاصلاح. ولما نكتشف الانتخاب الطبيعي بالحياه لو يخلي الكائن ينقرض لو يخليه يصير ابو درب ويطلع بشكل جديد اتذكر اللي انعلسوا وما قدروا يعبرون الانتخابات بالوقت اللي عمار قرر يسوي طفره وراثيه بها وعي. ومن سمع السلف المشترك بالتطور اتذكر السلف المشترك الأرجنتيني اللي ما خلف بالعراق غير الميليشيات. ومن عرف بتكاثر الثدييات من خلال تذكر الثدييات السياسية اللي خوات الوضعية. وهنا اكتشف أحمد أن الانتخابات بالعراق هي بالحقيقة انتخاب طبيعي مو انتخابات تشريعية ديمقراطية. اختلافها الوحيد أن البقاء بها للأقوى مو للأصلح واللي يفوز بها هو اللي عنده جينات منفلتة. وهكذا عزيزي بقت الانتخابات العراقية تبكي لها على طفرة تغير مسار العملية اللي على أساس ديمقراطية لأن كل الطفرات اللي شفناها كانت تشبه طفرة ماجد النصراوي ورا ما قام بالدخل. وهسه خلصت هاي الفقرة وأكو واحد راح يطفر ويعوفكم يا أحمد. أنا هذا الواحد. شكرا أحمد الزهقان. خلال مسيرة العلمية كباحث بيولوجي اكتشفت أسماء غريبة بعالم التطور والانتخاب الطبيعي. يعني عندك وثائقي السمكة بداخلك بالجلف يعني السمكة بيك. داحت علم بابا شوية اكرصها للسمكة. مراتك وسياسيين السمكة بيهم صغيرة بس مفعولها كبير يعني تلبط. بعدين انتبهت انه علميا السياسيين من فصيلة الثدييات. ثدييات؟ اي ثدييات. هسه انت شنو ثدييات لو تبيض؟ ابيض سيدي. شو تبيض؟ وجهك سيدي قدام الناس. لا انت ككائن حي انت ثدييات لو تبيض؟ ثدييات. شكرا جزيلا هو هذا اللي داعي. خلاص احنا ثدييات السياسيين ثدييات ومفرد ثدييات ثدي يعني انا هسه اقدر اسمي السياسي ثدي. صحيح سيدي. لاحظ جنابك المعالي الحلوه جنابك لحظة اعترضوا بعد على علم اعترضوا. واذا اكو سياسي اخو خيته وسبع خلي يطلع ويقول انا مو ثدي. اللي عنده اعتراض خلي يبيض ويثبت لنا العكس. هنا اسوي له قول مال الدجاج ويقف عليهم. انا رجال انطي رايي وهنا أنا وبكيفي وحق البيض مكفول. بعد هاي المقدمات الطويلة والعريضة انتم منتظريني ابلش بالسجل الحفوري مال القوائم والاحزاب المرشحين واحد واحد لانه وعدتكم اخر حلقة بالموسم المنصرم. وما دام قانون الانتخابات الجديد صار به ترشيح فردي لكل دائرة نائب فاني راح استلمهن دائرة دائرة والعب بيهم طنب. ايابا ايش راح اسوي بيهم؟ ايابا ايش راح اسوي دقة؟ اعزائي المشاهدين المرشحين نوعين، اكو مرشحين عاديين واكو ثدييات، فانتم اي مرشح تحسوه ثدي سووا لنا عليه تاك
راح تلقوه هنا زعماني عند سجل الحفوري مالتهم كله. بس اكتبوا لي ثدي بس هاشتاج ثدي حتى نعرف. يلا نبلش اكس اكس. المرشح الاول جليس النمور، الخابز صدر اليوسفية خبز بالتنور، الرجل الذي يحمل الصرصور، صاحب السن المكسور، شاكر حاران دعاجه. ارحب باجمل ترحيب. ينضم الينا القيادي في تحالف عز المرشح شاكر حوران الزوبعي. شاكر حوران الزوبعي. اليوم اللي ننتظره وطن محتاج لرجاله لبابه واقفه وجه اليوم اللي ننتظره وتحيه لليوم اللي ننتظره. هل هل نستبشر خير ويا طرزان العمليه السياسيه الاستاذ الدعيجل مرشح البوي. الاستاذ الدعيجل بهاي الدعايه كان يريد يقلد كاردي بي باغنيه وات اس بوسي اللي اكيد ما راح اقدر اطلع لكم صورتها. فطلع ماخذ نفسه صوره ووقف وحط بصف اثنين بوسي لأن شكلهم بزازين مو نمور ذولا. والبزون بالإنجليزي هو بوسي. ادعجل انت مرشح وانا بفتتح بيك الموسم وصلي على محمد وعلى محمد وانت من رجالات الخط الثاني. مشروع صندوق العمار متابع من الأستاذ فلان فلان من المتابع. صندوق العمار ما له علاقة بموضوع المرشحين. موضوع صندوق العمار يعتبر مشروع يعني مستقل. موضوع صندوق العمار موضوع نعم. مستقل ما له علاقة. طيب لاحظ المعاني الحلوة جنابك. لاحظ 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 بس عوف مشاريع صندوق العمار وحاول تعمر السن اللي بالنص تاك. والله أنا دا أحاكيك من أخل أخو أو من أخل دعاجل وهذا مو تنمر الله شاهد. هذا شيء تقدر تغيره بمئة وخمسين ألف بوي مكيف مسوي لك قائمة وفايت انتخابات مو نسوي تقويم للرجال لأنه بطبخة من طبخاتكم السياسية توقع بحلقة وتتسرب منها وتفضحكم يا عظي. وانت اعدائك هوايه صاروا. لا موبايل اللي دق عود نوكيا عود يعني ما يشيل الموبايل ذكي مو عبالكم هو غبي لا بس خوفا من الاختراق عنده حس امني سبراني او احتمال حادثه البيكتشر مي مال خميس سود عنده حاله نفسيه ومنع جماعته كلهم من الموبايلات اللي بيها كاميرات. هو دعجل شلون يعلج؟ ياخذ علشين واحد فتحت السونه والثاني يتونس فيه. عيب ادب سز ده نشتغل سياسة. أنا لو منه أركض ورا الجهال وارش عليهم ما هيج. كيف لك نشتغل سياسة؟ بس والله خطية من يلعب ويا الجهال ويقول للجهال تعال تعال عضك يسوي لك ساعة ينطي ساعة 11 مكتوب عليها مو 12 لأن رقم 6 طاير. كاف والله الزقطة تنعوف على صفحة ما عندي مشكلة خلاص خلي ودي خلاص كاف كاف عيب عيب عيب. ادعجل انا انتخبك والله بس هذا شيء اسحب اذا كرست انتخبك. سوري جايز والله انا اسف بس هذا الفات كله بصراحه كلام تافه من حضره جنابنا لان دم باوع للقشور وعايفين التحرك السياسي المحوري بمتغيرات المنطقه على يد مرشح البوي. سيد ادعجل شنو عندك انجازات؟ الناس تعرفك تناشدك مثلا قالوا لك رشح وننتخبك. باسم اهالي الرضوانيه نشكر الاخ العزيز ابو جلال شاكر حوران انه الرجل ساهم كثير ومن ضمنهم اكثر من 250 عائله قام بتوزيع لهم اكثر من 1600 دولار لفتح مشاريع مثل ما يقول صغيره. 150 دولار من هال 1600 واسوي بهن سنوني. والله مو يا اخي 1600 دولار يفتحون بها مشروع. المشروع الوحيد اللي ممكن تفتحه بهيك مبلغ هو تشتري قاط وكرسي ونظارات وتفتح بالشارع تبيع ثقل على العالم. اطلعوا لي بمشروع حبيبي اطلعوا لي بمشروع شيل دعيجل الرجال مرشح ويا خميس خو ما يطلع منا ايده فارغه. والله عيب والله عيب. انجزنا مشاريع ثانيه مشاريع المياه الزراعه ايضا التعاون مع اهالي المنطقه والتمويل من اهالي المنطقه موضوع شراكه بين فضل الله سبحانه وتعالى قدرنا احنا نساهم بقسم والاهالي بقسم ايضا غذينا حوالي 7000 دونم من مياه الزراعه وان شاء الله القادم افضل بعون الله من ان شاء الله نعين بلدنا على بسبب الظروف الاقتصاديه اللي جايه تحصل ان شاء الله. ما بيش ان شاء الله خير ان شاء الله يا ربي ما شاء الله عليك استاذ ما شاء الله تسوي مشاريع خيريه وماء للزراعه
والمناطق تناشدك ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بوجودكم استاذ انت والبوي تعينون البلد على ظروفه الاقتصاديه. بس قل لي هذا المشروع انت مسوي له اكو منظمه مشتغلته وانت طالع بالوجه، لان اعرف فد بوي جماعته مستحيل يسوون مشاريع مال مي خاصه، لانه هو مي وجهه محافظه يوميه كبخيل عصائب، وعندنا سوابق وياه. تجي دوله لو منظمه تسوي لها مشروع ويطلع هو يقول انا سويته، واكو مشاريع اخذ فلوسها وراح للدول والمنظمات قال لهم سويتها وهو ما مسويها. فاني شاك، اني شاك، والشك من الشيطان. اني شاك بهذا المشروع اللي قاعد تحشي بيه، مو مالتك ولا انت مشتغله ولا لك علاقه بيه. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم اهالي منطقه الرضوانيه الشرقيه ومنطقة الفتوح، نتقدم بالشكر الجزيل إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي، المنظمة اللي أنشأت هذا المشروع العملاق اللي يغذي تقريبا حوالي 8000 عائلة من مياه صالح للشرب، وحوالي شبكة تمتد إلى 47 كيلو. صدمنا بها الصراحة يتضارب بين السياسيين، كل من يقول أنا بدي أجيب كهرباء، لا هم جايبين كهرباء للمحطة مال المياه اللي نفذتها منظمة الهجرة الدولية جزاهم الله خير. قلنا قدمنا لهم خدمة من 2016، استدعينا من ناس جويانا واستجابوا، مشاريع زراعية، مشاريع ترميم بيوت أكثر من 50 بيت، مسالات مال ماء، مدارس 6 من 7، تنمية اقتصادية صارت في المنطقة. السؤال اللي داسل عن منك إنه جت منظمات دولية بنت محطة مياه ومشاريع زراعية وإسالات مي وترميم أكثر من 50 بيت وست مدارس، وأنت دورك طالع توصفني عبالك مراسل صحفي. شوف انت شراكتك بهاي المشاريع ممكن تكون شغله واحده، اهل المنطقه ناشدوا المنظمات، اجت المنظمات سوت مشاريع، اجيت انت لبست قاط ما ادري هذا قميص ما اعرف شنو لابسته، وقفت قبال الكاميرا، زعماني الصليب الاحمر، وزعم هذول الناس محتاجين مي، وزعماني راح اجيب لهم المي، وزعم هاي المشاريع اللي سوتها المنظمات الدوليه انا مشارك بيها، صمموا لي على هذا المقطع وسووا الخميس تاك. ادعجل. هسه انت المشاريع اللي تطلع تسوي عليها فيديوهات بوقت الانتخابات مو مشاريعك، اعلان ما تعرف تسوي. هسه اريد اروح لاخر اوراقك الانتخابيه واسمع منك افكارك السياسيه. الصراحه الامور صار لها 20 سنه ما كانت بصوره صحيحه. نعم. موضوع البكريه، موضوع جرف الصخر اللي هو اهم موضوع بالعراق. نعم. اختي احنا عندنا اولاد، اذا ما يصير تعايش سلمي ووضع للامور بصوره حقيقيه مستحيل العراق يستقر. نعم. والدليل بعض دول العالم اللي ما بنت بصوره صحيحه كلبنان وغيرها وغيرها، الان فوضى عارمه بها لان ما بنت بصوره صحيحه، هاي حقوق ناس. بس خلي نحاول نفكك الشفره ونفتهم ايش يحكي. هنا عندك العراق صار له 20 سنه يدار بطريقه مو صحيحه، يعني من 2001 تحديدا شهر الثامن 2001، هذا اللقاء طلع بشهر الثامن قبل ضربه 11 سبتمبر. ليش؟ ايش صار؟ شنو فرق 2001 عن 2002 بالعراق؟ ما تدري. وراها ايش قال؟ يقول لك موضوع البكريه وجرف الصخر، واحنا عندنا اولاد، اذا ما يصير تعايش سلمي مستحيل العراق يستقر. اكو فوضى بلبنان، الاولاد ايش وداهم لبنان من جرف الصخر بسطر ونص؟ ما تدري. شنو الربط؟ عاجل ما تعرف. زين ما عنده اولاد ما مشمول بالخطه مال الاستقرار؟ لو ما يروح لبنان، لو يبقى بجرف الصخر، لو شنو منو ايش قال حسام؟ شو والله استرسل. مع تقدير واحترام لكل الاجهزه الامنيه وغيرها، لكن يتحمل ساسه من 2003 فما ولحد الان. نعم. لان الموضوع ما دار بصوره صحيحه. اختي دول العالم تعرضت لاكبر اكبر من نكبات العراق 100 مره، المانيا استحقت يعني 5000 دبابه دخلت برلين. ايضا ايطاليا، اليابان تعرضت لضربات نوويه وغيرها، لكن دول قدرت تنهض بامور ومقدرات بسيطه. هسه انا راح اوقع لك المعلومه الغلط مال 5000 دبابه طبت البرلين، هن اكثر من 6000 بس. ايطاليا شو وقت ضربت نووي؟ احد شو وقت؟ دولة واحدة بالعالم ضربت نووي مو ايطاليا، اليابان. دعيجل انت اولا ما جاي تجمع، ثانيا معلوماتك غلط. كذب خلني تونس. كمل كمل دعيجل كمل. نعم. ستالين اللي زم روسيا تملك 20,000 دبابة وما عندها اي موارد. نعم. وسواها الاتحاد السوفيتي، وحدها سواها تبع فيتنام، حرب دمر الامريكان استخدموا حتى الاسلحة الجرثومية عليها. نعم. والرئيس مالهم مات وهو ببيت مال غشب، لكن بنى فيتنام. الصين ماو من جرف الصخر، الايطالي لليابان، البرلين قبل لا يوصل برلين افتر رجع للاتحاد السوفيتي، انه طلع بوجه الفيتنام وكمل للصين، راح على ماو. ماو سوى هاي الفرة كلها وسنة ما سوى. ادعيجي انا اقول تعوف اختصاصك وتعوف الحروب وستالين، واحكي لنا بالمدنية بالعمران يا اخي. والله لعبانا نفسنا من الكتل والصلخ والله العظيم.
اتهموها زين وغار نفسكم بالانبار اللي ابعد منكم مناطق صحراويه وغيرها. هسه صارت نموذج للعالم. نعم. وكل دول العالم تتوجه لها الانبار والانبار. نعم صحيح، كل دول العالم متخذ الانبار نموذج، يعني تتباع دراسات بحثيه وافادات قاعد تجي من اوروبا الشرقيه للانبار وينصدمون تبليط سيارات تمشي ايش مقتصات تمشي محمد الهلبوسي بسفت باب باب هذا الحكي يقولون اللي مرشحين ويا الحلبوسي حتى يسووا دعايه انتخابيه لهم ويا الحلبوسي. انت مرشح ويا خميس اللي الحلبوسي يغلط عليه وصار بيناتهم كلات، ما يصير انت تسوي دعايه حلبوسي. مندس هذا انت مندس تاو تاو ياو. اردفتي بالتياده ولا رحت لها ولقيتهم متخذين الاعمار بالانبار نموذج؟ انا من ضواحي بغداد العاصمه اختي، انا رحت الباريس الضواحي مال باريس أرقى من المنصور. ها لحظة عفوا مرة لخ مرة لخ عفوا أختي أنا رحت الباريس ضوح مال باريس أرقى من المنصور. ها شنو منو إيش قال حسام منو شنو ضوح باريس أرقى من المنصور؟ لا عادش عجب مطعم علي باريس فتح من المنصور. شوف مميزات دعيجل بعد أن استمتعنا واستمعنا بهذا اللقاء، استمعنا لهذا اللقاء فمستمتعنا استمعنا لهذا اللقاء كله، أنه هو المرشح الوحيد اللي بيحكي لك موضوع تفتهمه، يشمر لك شليف مال المواضيع وأنت تتسوق وتربط بكيفك. ثانيا لو تطق روحك بالقاع ما يكمل لك السالفة. يلا دعيجل أتمنى لك حشوة سعيدة ليلة سعيدة. يلا حبيبي ولحظة دقيقة خليك ويانا دعيجل. ومعنا على الهواء الدكتور عمر البياتي المختص بطب الأسنان. دكتور السن الواقع ايش قد يكلف بالله؟ تعتمد حسب نوعية العلاج تقريبا من $500 الى $1,500. اشتيدك زين. سؤال اخر، ايش قد يطول الشغل بالسن الواقع اللي هنا يصير؟ تقريبا من يومين الى اسبوعين حسب نوعية العلاج. شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا، ممنون، رحم الله والديك. الدكتور صحيح مو شقه والله، وهذا بدي احكي لك معلومات حقيقيه. شفت العجل لانه انت ويا خميس الشيء الوحيد اللي تقدر تصلحه هو سنونك. ما نصلح وضع البلد يعني سوي سنك احسن. حصيله العجل اللي صارت ويانا هي افتهموها زين. تقل موضوع لان بلان متابع موضوع ال ننتظر تصويتكم بصفحاتنا على السوشيال ميديا، راح تتخبون العاجل لو اج الوراء. المرشح الثاني شاوية الكباب بالكيلوغرام، هي الأصل هي الفصل هي العمام الماشية مع سرمد سلام المظلومة بالإعلام، هيا إلى الأمام سهى السيار. القيادية في تحالف، القيادية في تحالف، أيضا عضو تحالف، القيادية في حركة تقدم 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 تقدم. وسيدة سهى السياب، سهى السياب، سيد سهى، السيدة سهى السياب، الأستاذة سهى السياب، الرائع الإعلامي المتألق اللي دائما أتابعه. السلام عليكم. اهلا وسهلا ست سهى، انا احييك على اقتناص الاماكن الصحيحه لاقناع الناخب بالتصويت لقائمه لمزفتها اللي حضرتك من عندها. طبعا الظاهر انت سامعه بمقوله اقصر الطرق الى اصبع الناخب نص مشكل، وهنا عندي نقطه كباب مو نقطه نظام. ايش دعوه هالقد منزله طماطه شوي يراد ليش نفرين كباب وياهن؟ يلا تخلصين ست، والله ماكو مطعم بالعالم ينطي هالقد طماطه ما شاء الله عليه. ما شاء الله جايب العالم دي أكلون وقاعدة فوق روسهم وكل واحد ناطيتها ربع طماطية، إلا أنت ما شاء الله عليك حاطة بحضنك علوة ما الطماطة وترطنين بذانهم سياسة. إنه بالكباب من تاكله، شوف يا موضوع مهم، الكباب من تاكله يراد لك هدوء وتركيز حتى تسرح ويا النفر. هاي تعابير وجهك والتغيرات
حتى واحدة من أهم المقولات بالأنبار يقول لك ناكل كباب وانت فاهم، يعني ناكل كباب بهدوء، ننشب ونسكت أثناء الأكل، نعوف المشكلة والإطلابة، نتونس بالكباب بعدين نتفاهم، تصير الإطلابة ما تصير طبها مرض، المهم أكلنا كباب. شنو هذا الموضوع المهم اللي قاطع به التأملات الكبابية للعالم خطيئة؟ ما حد يقدر باشر أبا يجي يضرب نائب صح؟ عنده حصانة، هذا هاي الحصانة مو إله، لأن الجمهور سلم أمانة حتى الحصانة هذه تحصلهم إلهم مو تحصنا إله. ما شاء الله عليك ست، ما شاء الله عندها مفهوم الحصانة أنه النائب ما حد يقدر يضربه بوكسي، جاي تعامل امتيازات النواب على أنها طماطة شوي. سهى نزل الطماطة من إيدك، خلي أشرح لك. الحصانة يعني قانونياً النائب يقدر يفتح ملفات وفساد وهاي الأشياء ويحاسب ويسولف براحته ويستجوب بدون ما ترفع عليه دعوة بالمحكمة، هاي الحصانة قانونياً. أما بالعراق فالنائب يفتح ملفات الفساد ويرجع يسدها لسببين، لو يضرب سمك مزقوف لو يفتحوا له سمكة اللي بداخله. بالله هو هذا الموضوع الغبي اللي خربتي نشوة الكباب على مودة؟ مو حقه هذا القاعد وراك مغلس؟ هنا أحد المواطنين صعد عند النشوة وجاي يمارس التأملات الكبابية، دا يفكر حاليا ليش نحب الابعاد والمبعاد ما نحبهم. خلي اشرح لكم اخويا المنتشي هنا ايش كان يسوي من كانت سسوها طماطية تعطيهم محاضرة سياسية. هنا اخونا المنتشي بعد الانتهاء من تناول اصابع الندم والحسرة قام بتطليع كلينس، حط الكلينس بحلقة. نعم انه يحرك الكلينس داخل حلقة، يبدو انها طريقة جديدة للتفريج مال اسنون. اختراع عظيم بصراحة، ألهمني أسبح بكلينس مبلل من التعاجز. بعد التنظيف يقوم بطلنا المنتشي بشرب قمع من البيبسي، يبدو أنه يتمضمض بالبيبسي بعد الكلينس. علميا البيبسي يقضي على الجراثيم بنسبة 0%. نعم لقد عاد إلى الكلينس مرة أخرى. نعم أنه يقوم بمسح أنفه ثم مسح حلقه، احنا نحيي النظافة الشخصية أكيد، بس عليك يا أستاذ خشمك راح ينشلق. نعم أنه يحملق في الكاميرا، يبدو أنه عرف أنه احنا نشوفه. عايشة حالة حبي معك وحدان، وصعب انها تتكرر تاني وبعيد. صفقة اخوان لاخونا الكبابتي اللي خلى اخونا المنتشي يوصل لهاي المرحلة من الانتشاء. الف عافية الكباب، هني ومري خوي، اتمنى شيش الكباب ما يأثر على قناعاتك الانتخابية. وهاي الصفقة لانه انا احييك انه كل شي سويت بس ما انتبهت لكلامها. سواء أنا اللي أعرفه أنت كنت مديرة مكتب وزير التربية محمد إقبال سابقاً، إيش جابك على السؤال؟ أعزائي المشاهدين مرة أخرى نحن في بث مباشر من منطقة الكرخ القديمة مع الست سهى السيار. هذا صوت منو بالفيديو؟ هذا منو هذا اللي بيده صفحة سهى ويبث منها لايف؟ صوت منو هذا؟ صوت منو هذا؟ شو يعطيني وجهه بالله منو طالع هذا؟ ما حد تتاكد، حتى تتاكد منو هذا؟ طبعا اليوم لنا الشرف نكون مع الاستاذه القديره الست سهى السياب، رئيسه منظمه صوت المراه التربوي. الست سهى السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي، صفقه لابو وسيم المعلم. هلا جابك هنا سرمد ابو وسيم المعلم، انت ضمن الحمله الاعلاميه مال جماعه الحلبوسي؟ ها شنو؟ ايش قال؟ حسام منو؟ لك ماكو هيك عين صلفه، يشتغلوا ويا الناس اللي فشر عليهم. شنو هاللغوه هاي؟ شنو هاللغوه هاي؟ اللي للناسي منو؟ سرمد سلام لفته او ابو وسيم المعلم اللي القياديه مال تقدم جابته ويفتروا وياها ويسووا لها دعايه، فهذا هو سرمد. من اسمع اسم الفلوجة اول ما يجي على بالي شيشانوف، شيشانوف اللي كان يحصر بنسوانهم. هاي مو مدينة الجوامع، هاي مو مدينة المآذن، والله هذه مدينة الزنا، هاي مدينة اللواط، هاي مدينة النكاح، اقضوا عليهم. امحوا الفلوجة، هاي المدينة ما بقت بها عوائل، والعائلة الباقية صبح وظهر وعصر وليل نازعة ملابسها وتريح الدواعش وتونسهم حتى بالسحور. هاي الفيديوهات وغيرها أنا طلعتها إلى بموسم X1 وخليت وزير التربية يطرده من منصب الناطق باسم وزارة التربية في ذلك الوقت، ورجال تعاقب وانضرب 100 على الموضوع الله يشهد. وسوها القيادية اللي بتقدم لرئيسها من الأنبار جابتها بال 2022 يسوي دعايات التقدم. يعني اتندم الرجال على اللي فات وبطل يطعن بأهالي الأنبار لأنه قام يطعن بالعراقيين بدون تحديد محافظة. سوى كنترول أي كلهم تحديد للكل وقالهم تم. ومن صارت تشرين
وتظاهرات تشرين، هذا كان سرمة سلام. عبارة انتوا عن عصابة، هاي سوالفكم المكسرة في الخيام كلها عندنا، الارشيف مالتكم عندنا صار، فيديوهاتكم ووضعكم وجلكم الله، هاي المصايب اللي صارت بالمطعم التركي مصايب كبيرة، وانتوا عبارة عن كلاب للسفارة. نعم كلاب للسفارة. هذول المتظاهرين يمثلون الثورة الحسينية، ها الثورة الحسينية شو نسوانهم طلعت، هذني فيديوهات الموجودات. يعني هو تاب بس مو كلش تاب، بس رجع يعني الكل قام صارت للكل، فصارت عامة الحالة فصارت عادي. وإضافة للخرط بالفيديوهات فعنده خرط أكثر بالمنشورات وخاصة أعراض الناس، ومنها هذا المنشور اللي كتبه يوم 18/8/2021، هاي أثناء مدى يطلع يسوي دعايات لسهى والحلبوسي ما صارلش كم يوم، حيث يقول سرمة سلام: مرة من المرات فاتت تظاهرة تشرينية وأنا جيت تباوع عليهم للشباك وشفت مجموعة من البنات يسوون حركات حم 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 بيديهن للموظفين، وأكو رجال كبير يمي إجت وباوع عليهم وقال بشرف إيش قد شايف ساقطين وساقطات بحياتي بس مثل هيك ما شايف، إلى آخر المنشور الطايح حظه. اللي عباله سرمة سلام بطل، لا حبيبي أنت غلطان، الفرق إقبال خاف على سمعته وشحته، والحلبوسي والقياديين ما تملف فيه. اللهم اني بلغت والسمعة مطلوبة والانتخابات جاية. برنامج هواي يقطع رزق عالم والله العظيم. الله لا يوفقني، الله لا يوفقني. عندك كلمة أخيرة سهى طماطية، ايش راح يضمن لنا سلامة الانتخابات على هالوضعية هاي؟ اللي يضمن سلامتها ماكو ضمان 100%، حتى أكون واقعية وأكون أقرب إلى الواقع ماكو شيء. الفساد سيبقى لأنه يمكن ما قضت على 1%. كل شيء يباع بالعراق، معاملة نقل تباع في العراق، الأجواء هي نفس الأجواء، يعني السلاح المنفلت هو موجود. أعتقد يعني منذ 2003 إلى اليوم ترى السلاح المنفلت موجود، وإلا ما كان هناك اغتيالات، ما كان هناك قتل جثث من عرف يعني مجهولة الهوية، يعني مقابر جماعية أيضا إذا تذكرين حضرتك أنه اكتشفوها. هاي الأجواء كانت موجودة في كل الانتخابات، هذا ليس بجديد وليست بحجة برأيي أنا يعني المتواضع. لا جنابك المعالي الحلوة جميل، لا 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 هاي مو حجة المقاطعة، أكيد كل الانتخابات اللي تصير بالعالم يصير قبلها فجران دم، معروفة أصلا، مقابر جماعية على سلاح منفلت، على اغتيالات، على مرشحين ينكتلون، على صناديق تحترق وتتبدل وتتزور، على بطاقات تنباع، على موتى يصوتون، تغييبة منا، علسة منا، ناشطين يصكون حتى الشباب ما يشاركون منا. هو هذا الانتخاب الطبيعي للبقاء به للأقوى مو للأصلح. لعد متفرج وثائقيات وعابث بشعريتي إيش داك الخ**ة البداية هنا. سواء يعني بالسياسة ما تعرفين وتمشين ويا سرمة سلام وعندك الانتخابات عادي بيها مقابر وسلاح وميليشيات، والأكثر من هذا كله التهسة مرشحة ويا الحلبوسي والكربولي اللي رشحت وياهم اسمه الكربولي طلع من عنده رجع والله ما نفتهم، اللي رشحت وياهم نفسهم بال2018 ومن ما فزتي بوقتها طلعتي وقلتي عليهم الآتي: لست بخاسرة. 2614 صوت، اللي بعدي 904 صوت، أني 2614، فشلون أني خاسرة؟ أكيد كتلتي أيضا مستفيدة، خلي أقولها بكل صراحة، تدري ليش؟ لأنه أني من الناس اللي تضررت، وهناك من صعد من كتلتي على حسابي، خلي نقول يعني اليوم ماكو بعد مجاملات. شو يا دمي؟ باقي أصواتك يا دمي؟ وهسه مرشحة وياهم مرة لوخ يا دمي؟ لا هنا المشكلة مو أنت بصراحة، المشكلة مو لأنه ليش أنت ملفية سرمة سلام، المشكلة مزفتها ليش ملفيتش. دعوا في الطماطة يلا وامشي منها وطردي سرمة سلام يلا يلا. حصيلة سهى السياب هي طبعا اليوم لنا الشرف نكون مع الأستاذة سهى السياب. السلام عليكم. اللي يضمن سلامتها ماكو شيء، ماكو ضمان 100%، يعني احنا يوم ما حد يقدر صح، ماكو شيء صح، ماكو شيء. السلام عليكم. ماكو صح، ماكو صح، ما حد يقدر يضرب نائب، يضرب نائب صاحب، يضرب نائب صاحب، يضرب نائب ما حد يقدر يضرب نائب. ننتظر تصويتكم تنتخبوها لو اكس الورا ولا ما هرد احرك عليكم الموضوع. من هي حركة حقوق؟ حركة حقوق هي حركة سياسية مستقلة تحمل هموم المواطن والوطن العراقي،
ولدت الحركة من رحم الإرادة الشعبية، جامعة في صنوفها الكفاءات الأكاديمية والمناضلين والوجهاء والموظفين والعمال. منو هذول الطالعين من رحم الإرادة؟ شعور للوطن. رحم الإرادة من الترجمة العامية يعني لازم يتطوط. شو هالسخافة اليوم؟ شو هالسخافة؟ شو ماكو اكشن؟ منو منو ماذا الحقوق؟ الحقوق تأخذ ولا جنا. بعدين هستوك طالع من رحم الإرادة تدور حقوق؟ انتظر شوية خلي رضعوك يحفظوك يقمطوك على روحك مرتين ثلاثة يفطموك يطهروك. شبيك مستعجل؟ حقوق أصبر حقوق يا أخي، حتى من اللي تنصب عليهم انقهر يا أخي. ما أدري شو حركة كيوت حسن، شنو هاي حركة حقوقها؟ منو مسويها؟ يا كيوت مسويها على ركابي؟ أعلن القيادي في كتائب حزب الأهل العراقية حسين مؤنس عن تشكيل حركة سياسية جديدة تحمل اسم حركة حقوق للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وجاء ذلك في المؤتمر التأسيسي للحركة الذي عقد في بغداد بمشاركة مؤنس وعدد من الشخصيات السياسية. ويعد حسين مؤنس أحد أبرز الشخصيات المتهمة باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي. ها شنو؟ منو؟ ها ايش قال؟ حسام منو؟ منو الكتائب؟ حقوق مال الكتائب؟ الكتائب مرشحين هالسنة؟ على يا دائرة عسنك؟ إذا الكتاب مرشحين بعد من يبارك تفجير محلات الكرادة؟ لا 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 يا رادلة عدل قعدتي واكفر بالانتخابات وكض السجل الحفوري وشققه. يلا اعطوني المؤتمر مال إعلان الحركة أبويا. عندما تعزف أنامل الوطن على أوتار قلوب محبيه أنشودة الوفاء يطرب على إيقاعها الوجدان، لأنه نغم العراق سيد الأمم والأوطان. فالحرف في حب العراق بلاغة، والنغم في حرم البطولة نشيد. طيط آسف شو بدي أقول تخطيط، بس أبو المونتاج ساقط وقص التخ وقاف الطيط للكتاب. هذا مسيس قاعد أشي بس حلوة لضاءة. خل عارف مع الحفل، ترى انت غلطان وبمكان غلط وبدأ تقول كلام غلط. كل شيء ممكن يكون له علاقة بهذا المؤتمر ما عدا العراق ونغم العراق، لأن الكتائب بكل صراحة يقولون احنا ناس ما تابعين للعراق ولا للحكومة العراقية، احنا نتبع ايران ونمشي وراء ايران ونؤتمر بأمر المرشد. وهذا الرجال من احكي وشاهدي وياي. من هذا المنطلق توجد هذه الكتائب وتواجد هذه الكتائب. طب امرتها لمن تتبع؟ مغتها بيد يعني قيادات عراقية موجودة وهي وليس لرئيس الوزراء. بالتأكيد لا، هي بأمغة عراقية وأيضا هي حليف ضمن محور المقاومة الذي يمتد من إيران إلى العراق سوريا ولبنان. هل في هذا الحال وفي هذا التوصيف وهذا الواقع تشكلون نوع من القلق لقيادة الجيش العراقي؟ إذا كانت هنالك يعني بالنسبة للجيش العراقي وغيرهم هنالك بعض المهادنة الأمريكان، فبالتالي سيكون قلق. ده يهدد الجيش العراقي عادي وقيادة الجيش العراقي وغيرهم، يعني جهاز مكافحة الإرهاب الداخلية. لا وبعد شغلة أكبر، هو هدد أي واحد يهادن أمريكا. يعني الكاظمي من راح الأمريكا ومقتدى شكرى على الجهود المبذولة بالاتفاقية الاستراتيجية، فهنالك تائب بيهددون مقتدى. والجماعة أعلنوا بصراحة على لسان ناطق مالتهم هذا جعفر الحسيني بتاريخ 2017 وبتصريح عنده لوكالة أنافول يقول بي أن الكتائب تتلقى الأوامر من إيران منذ أن بدأت عملياتها المسلحة لأول مرة عام 2006 وحتى الآن. وأضاف أن عملياتنا التفجيرية والمسلحة كانت بفتوى من المرشد الإيراني علي خامنئي باعتبار أننا نتبع ولاية الفقيه وليس لنا أي علاقة بمراجع الدينية في مدينة النجف العراقية. الكتائب سور للمرشد. لعب جنابك الكتائب الجميلة. لعب بعد داق لهم النشيد الوطني العراقي على شنو؟ دا تعذبوهم دا تبسمروهم. النشيد الوطني بهذا المؤتمر لازم يكون (تصفيق)
عوف المؤتمر، عوف إيران، عوف المرشد، عوف المنشد، عوف العريف، عوف كل... هذا منو مرشح وياهم؟ عباس الزبوك؟ ها؟ شنو منو؟ إيش قال؟ منو؟ حسام منو؟ شنو؟ لا لا شكلنا فايتين على موسم منصرم. أيابا إيش حياك؟ الله جيت بوقت، والله جيت بوقت الظهريات والله العظيم. هذا البرنامج مواسمه مثل الخلفه، والله الموسم اللي يجي يجي رزقه وياه. تحمست خلي اكمل المؤتمر مالتهم. مضيت كالنسر رغم الجرح محتفلا برايتي لم يحطم عزتي الالم. ابني العراق باضلاعي ومن شفتي على روابه غنى وانثنى النغم. طيب والله هذا المونتير ساقط والله العظيم. حلو حلو الصور، حلوه حلوه عاشت ايدك استاذ نسر، بس تعال حطه هنا خلينا نتفاهم. لان عجبتني وقفتك يم العلم تبني العراق باضلاعك. جدر دولمه هو بلد حبيبي ابو النغم. المك من شفتك خاولياتك كيلو الضلوع مالتك نسرك اخفق جناحك وتوكل. الله الله جايب لي خاوليات وجاي مؤتمر مال هو. يلا توكل، جيب لنا واحد شاعر فاهم واهداف يعرف اهداف المؤتمر. يلا حقوا معي بالشاعر الممتع المبدع الجميل رفعت الصافي. حقوق ان شاء الله ترجع حقوق الناس، زلم قد الحكايه وتعدل المايل، محتاجين اخو مو قائد ومغرور، وعيون الشعب لو طاح يبكن، ما نرضى برئيس اول ما تحكوا وياه يقول لك منطقتكم شيعة لو سنة. رسالة إلى كل المتكبرين في العالم، يا ابن آدم لا تتكبر. شوف رفعت، أولاً خليك حذر من تقول من يريد الرئيس يفرق بين الشيعة والسنة، لأن الأخوة القاعدين قبالك بالكتائب عندهم مشروع نزع المناطق من أهلها، سووها بجرف الصخر والسريد يعيدوها بالطارمية. ثانياً بس انطوني نظارتي زعم آني ناقد أدبي. وحدة الموضوع بالقصيدة وين رفعت؟ رسالة إلى كل متكبر جابها بالنص، جاي تصفي حساباتك برأس الكتائب انت؟ الناس نعطيك فلوس وجابيك تمدحهم، أروح يم شهقة عشق وعبر عن مشاعرك، ومهند العزاوي يقضيها عليك. الله 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 يا رفعت يا وين جايت؟ ذولا قاعدين قبالك متانيك تمدح ايران حتى يتمرغلون بالقاع. الله 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 انا احب انظف تجربتك الشعريه، تعرف انا ذواق قديم واعرفك من مأثوراتك الشعريه الشهيره اللي هي واحده من اهمهن اخذها الما سهر بالركن تالي الليل. لحظ جنابك الخفاره الحلوه الجميله. لحظ لحظ وهذا البيت هم عندي عليه سؤال حتى تتاكد انه هاني افتهم بالعروض والبحور والصور. ليش تسهر بالركن تالي الليل؟ الناس بالليل ينامون وما يطلعون بناتهم، المفروض تقعد الظهر بالركن حتى هي تطلع هم الذب الزبالة هم يشوفك. بس هنا أنا أريد أعرف شنو الميول اللي أهلتك تصير شاعر يم الكتائب غير الفلوس طبعا. ربي رب موتنا بنات الجامعات، رب موتنا بنات الجامعات، حتى كل حلوة انت شمت بيها. ليش بابا؟ ليش ابني؟ ليش أمي؟ ليش وجه السهران بالركن؟ ليش وجه الخفارة؟ رفعت خفارة هذا بيت شعر واحد بتطهير جنسي وشماته بالأموات، وهو هذا اللي سمعوا الكتاب وقالوا الله الله الله. لاحظ الكلمات الجميلة اللي حلوة اللي قالها. كمل رفعت كمل كمل. الله بيهن شالت خشمها 4 سنين بتقول رئيس ما حد يحاكيها، بيهن مخلصتها اوي ودا اقول وهي هاد دفت رجليها. وانت شعلك برجليها هاي خفارة، دسولها مانيكير انت؟ هذه يومية صراح لوحدة وتقول لها اسفة واللي فيك ويدي عليهن يموتن كلهن. اكل البوري واسمع حسام واسكت. انا قدامك مضروب 3 بواري بالكلية 3 مدري 16 وعادي عايش طبيعي وما حاقد على البنات ولا ادي عليهن.
لك هي الحياة بدون بنات تراد. بعدين عزيزي رفعت خفارة بصراحة مواصفاتك ما مرغوبة بالسوق، بالليل سهران بالركن والصبح تقرأ الكتائب، يعني المخلوق الوحيد اللي تصارحه ويقبل بيك هو عباس العرداوي. شوف الله وين وين أعضاء هاي الحركة مال الحقوق، أريد أشوفهم من هم ذولا وين. بالنسبة للكروش مالتهم ذولا شلون مقاومين ذولا؟ أنا مقدم برنامج ساخر ودا ألعب حديد، ذولا جدر دول ما يقدر يقاوموه. إذا تريد تجند واحد من عندهم تنور له بصينية تمن يحط يمك. أكثر ناس تقدر توكلهم مهمات، يلزم لك المهمة بكلمتين، باوع طارت المهمة. بعدين شنو هاي الحركة مالتهم؟ شنو؟ شنو هاي؟ لا تنسون روحكم أنتم كتائب، المفروض حركتكم هيج. بعدكم ما طابين للبرلمان بعتوا القضية. ابو علاوي حبيبي حسين مؤنس انت يراد لك شغل خاص، انت والمرشحين مالتك اللي بدايتهم ما شاء الله النخبه مالتهم عباس الزبوق. فانا هسه رحبت بالمهرجان مالتكم وراح اجيكم بالحلقات الجايه واحد واحد، زبوق زبوق، نرجس نرجس، والنرجس نبات يطلع في البصره، وهي معلومه عن نبات بس سياسيه مو علميه سبحان الله. وحصيلة حركة حقوق هي ما تعرف دولاب الدنيا بيا ساعة ينصيك ويفتر جدمك راخي ودربك مرمر خايف باكر تضحك غيمة ومحد يوقف لك من تحت. لا تنسون التصويت تنتخبوهم لو اكس الوراء. المرشح الاخر مسجلة الدخول اللي يمشي وراها اسطول ويقرعوا لها الطبول حادلة الرؤوس الشاربة بالكؤوس اخلاص الدنيا مين. واللي يحكي فاير دمه الا رجعوا بيت امه. كاف كاف، خلينا بست النائب والمرشحه السيده اخلاص الدريمي. ورا ما طلعت من اغنيه اسياد التهريب مال محمد الشيخ، ادوس الروس من نمشي واحكي بكيفي ومسيطر. بس ملاحظه، هاي الاغاني والسلو موشن على فيديوهات اخلاص الدليمي ترى مو احنا مسويهن، هي منزلتهن هيك على حسابها بالتيك توك اللي كان اسمه اخلاص الدليمي، بعدين سووه محبي اخلاص الدليمي بس ضل يوزر نيم مالته اخلاص الدليمي. ليش خاله تدوسين على الروس من تمشين؟ شو مسوي ليش خاله؟ انا اعلامي مقدم لك الصغير اطب للتيك توك مالتك، ابدا اشوف مسيرتك كنائب عراقي، تقول لي ادوس الروس من امشي؟ شنو الرؤوس العالم مقرنص؟ تمشي وتحدد الست الحادله مو الست النائبه. ايش بيش تهددين بينا؟ ايش تردين منا خاله؟ ايش تردين؟ اروح اجيب صمون بيض بلف خضره؟ شباب هاي المفروض دعايه انتخابيه. ها تفضل. نائبه بالبرلمان ما حد حاج وياها وما حد واصل يمها اصلا ولا حد يعرفها لانه مسعود جابها بقائمه وصعدت البرلمان، تريد تدوس على الروس وتشفص بالبطون. بعد ايش تردين تسوين بينا خاله؟ اسست الدوله قويه ابو الحمزه انت تعدل الميلة ولك غصو. ها اخلاص الدليمي هي ابو حمزة؟ شنو؟ منو؟ شنو؟ حسام منو؟ شنو؟ اذا اخلاص الدليمي طلعت ابو حمزة لعد اياد علاوة منو؟ ام سارة؟ قال ابو حمزه ما تقول لي وين مرشحه انت على حفله ما التخرج؟ ان صعدش للبرلمان لو صعدش اكس بلور ادزلش السهم ثلاث مرات تروحين او لا راح اعتبر الفات ازمه منتصف العمر، لانه الظاهر ما عندك ازمات سياسيه بحياتك، شو ما شاء الله عليك ام كيف واغاني وعندك حيل وبيج حيل تدوسين على الروس. خلينا نطلع من جو فوازير رمضان مالتك ونفوت بجو البرنامج الانتخابي، اعطينا البرنامج. ساختصر برنامجي في كلمتين. الله كريم. برنامجها من كلمتين هي الله كريم. برنامجي هو دعم الفقير لا للتسيد.
كل شخص في هذه المنطقة هو سيد نفسه، كل شخص في هذه المنطقة حر برأيه، كل شخص في هذه المنطقة له الحق للعيش الكريم والفردية، وله الحق بالإذاع عن صوته، وله الحق بكل الأشياء الاجتماعية التي يستطيع أن يمارسها من خلال وجوده بيننا. تست تست تسمعني؟ تست تست I have a dream. يا عمال العالم سلام من عليكم. قال إخلاص لوثر كينج، الخطاب مالتك مو كلمتين اللي قلتيها هسه 54 كلمة. ثانيا دي حسسني منطقة أبو شيتا اللي جاي تخطبين بها رأس مالية ومتروسة إقطاعين وأقنان، بعد شوية تفتح لهم باب الملعب تقولهم أخرجوا يا عباد الله إلى حريتكم. ران أبو شيتا ران. والله برنامج الانتخابي هذا كلش ممتاز جيد جدا، بس بال 1800 مو هسه من كانت العبودية منتشرة. وانت يا خلاص ابو حمزه بما انه مهتم بممارسه الاشياء الاجتماعيه والسياسيه، فانت الفتره اللي فاتت نائب بالبرلمان العراقي، ايش كانت انجازاتكم؟ انا كنائب داخل مجلس النواب ما قدمنا شيء للشعب، ما قدرت انت مقتنعة يعني مقتنعة بهذا الشيء تماما، ما قدمنا اي شيء للشعب، ما قدرنا نقدم صراحه. لعد سبيتي امنا سيارات وتسجيل دخول وشيلات ودبشات واكروس انداست بالطريق والاطفال اللي تعنفت بمهرجاناتك، وتالي ما طلعنا من عندك فايده غير حسابك على التيك توك اللي نقعد نقابله ونضحك. وحتى بالتيك توك الاغاني اللي حاطتها غلط، يعني لا بالبرلمان فالحين ولا بالتيك توك فالحين. خاله ابو حمزه انا انصحك البرنامج الانتخابي الجاي مالتك يصير من كلمتين فعلا، الله يسهل. حصيله اخلاص ابو حمزه هي ساختصر برنامجي في كلمتين. المواطن شريد من عندنا صراحة، شريد من عندنا، احنا في موسم الحار تماما والناس مشعولة من الحار تماما، درجة الحرارة واصلة للخمسين تماما، ما قدمنا اي شيء للشعب تماما. انا كنا ما قدمنا شيء للشعب، ما قدمنا شيء للشعب، ما قدمنا شيء للشعب، أعزائي المشاهدين، اليوم صار عندنا 4 مرشحين راح نسوي عليهم تصويت بصفحاتنا على السوشيال ميديا، حتى الحلقة الجاية نعلن عن نتائج ما التصويت مالتهم. تصبحون على ألف خير. ما يخفت صوتي أحجب كل خوتي، أنا وكل خوتي نعرفك مطوطة، أو من الصبحية حمل إعلانية قلبها للدنيا، إيش كثر علاماته أقعد لكرنا بنعرفك تلعب كافي تتقلب.